بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بيض أمر هذا، كم يقدر ربي على الناس؟ شكون مش كلام مرتوب قرآن، الله كلام الرحمن مش بتاعنا. نمر إلى الآية التالية، خاطر أنا درسناها قبل الآية التالية. الذين أخرجوا، أو هنا يوري في حالتنا الحقيقية عبر الأزمان، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، أخواتنا اللي خرجوا من مكة بما فيهم سيدنا عليه السلام وبغير حق، لأنه اتفقوا باش يوزعوا دمه على القبائل الكافرة الظالمة المتقطرسة، باش ما قبيلته هو ما يطلبوش دمه نظرا لكثرة القبائل الأخرى اللي في المقابل قبيلة نبينا عليه السلام. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، موقع حق شيء غير. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بربي باش يعلن أن هناك رب، وبعثه للعرب وغير العرب، لأنه يعني رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفاع الله الناس، هذا ما يحبوهاش التونس، وموتوا منها. شو قالوا؟ تدافع. أي نعم تدافع، أنتم وإحنا مش كيف راهو. وزي مش تقولي مش تسمعنا تونس بأي حق تسمعنا، ويفصلنا شنو؟ يفصلنا دين ولا دين؟ لا، احنا على دين قبل تونس. وتحبوا لا تكروا الرب قبل كل شيء، الرابطة مع الرب قبل الرابطة مع التراب. التراب واللغة ومدرا شنو قالوا، الباتريمون وكذا، شنو هي الرابطة؟ قدام الرابطة مع الله ماذا تعنون؟ أنتم وثنيون غافلون عن واقعكم عن مصيركم. احنا نقول لكم ربي يغفر لكم مدابكم مش ترجعوا، وانتم تزيدوا تعماوا كلمة ربي، وليتوا عندكم حساسية مفرطة إزاءها. مش عنا منام، انتم مكشوفين تماما، اتعريتوا تماما، وبحكم مع معرفتنا بكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفناكم شبه تمام. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ربنا الله، ونرضي بها الرحمن ونغيظ بها الشيطان، وأنتم عبيد الشيطان، فأنتم في واد ونحن في واد، والنصر يكتب الله لخير العباد. والسلام.